شارك السيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس اتحاد الغرف العربية يوم أمس في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني بنسخته 26 والمنعقد في العاصمة الألمانية برلين. وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إن حجم الصادرات البحرينية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية قد بلغ 86.28 مليون دينار خلال عام 2022، بعد أن كان 49.6 مليون في عام 2021، ليحقق بذلك نمواً يصل إلى 43%، مبيناً أن أغلب تلك الصادرات من الألمنيوم. كما أشار ناس إلى أن التحول التكنولوجي والذكاء الاصطناعي قد يتسبب في إلغاء العديد من الوظائف في الدول العربية، داعياً إلى توظيف التقدم التكنولوجي والعلمي لبلورة وتطوير الأفكار في ظل التحديات الحالية والمستقبلية. وأكد ناس ضرورة تعظيم التعاون الاقتصادي العربي والانتقال إلى مرحلة جديدة في أطر العمل المشترك، داعياً إلى الارتقاء بالشراكات العربية الألمانية إلى مستويات جديدة تتناسب مع الإمكانات والقدرات الإجمالية للبلدان العربية. من جانبه أكد السيد خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية الملتقى الاقتصادي العربي الألماني كونه يمثل المنصة الأفضل لإلقاء المهتمين والخبراء وصناع القرار من الجانب الرسمي ومن قطاع الأعمال العربي والألماني لتبادل وجهة النظر حول التحديات القائمة وسبل تجاوزها. في هناك توجه تشجيع الألمان بالدخول في مشاركات استثمارية في الوطن العربي، وإحنا يعني طبعا نشوفها فرصة مؤاتية لحد الآن، والسوق الوطن العربي واعد وتعداد سكان بأعمار صغيرة العمر، وهناك فرص كبيرة، وتشجيع الشركات الألمانية للاستثمار في التحويل التكنولوجي والتطور في الرينيوبل انرجيز والصناعات التحويلية كذلك او برامج التدريب. المناخ من أولويات الحكومة عندنا في البحرين وفي دول المجلس، فيعني الرسالة كانت ان ترى في مجال كبير في الطاقة البديلة وفي استثمار، يعني حتى شركات النفط والغاز عندهم برنامج استثماري في جانب المناخ. نحن هنا ومن خلال التعاون مع السفارة نعمل معا من أجل التعريف بفرص الشراكة والتعاون مع البحرين. كما تعرفون المملكة البحرين معروفة بمناخ الحريات الاقتصادية وبسهولة أداء الأعمال.